السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة شرح جديد، وهو ازاي نفعل الواتساب بالزابي بعد مشكلة التحديث الأخيرة. تعالوا نشوف مع بعض ايه هي المشكلة الجديدة. طبعا بندخل عادي بعد تسطيب الواتساب بالزابي وبنحاول نفتح، بيجيلنا تحديث الواتس التحديث موجود فقط على موقع واتس بلس الذهبي. طبعا هنضغط على الصورة أو تنزيل تحت، مش هتفرق، هيحولنا لموقع المطورين، وبالفعل هنحمل أحدث نسخة وفي الفاضي المشكلة مش هتتحل. طيب الحل ايه دلوقتي؟ الحل ان احنا هنحمل النسخة اللي انا هسيبها لكم تحت الفيديو. النسخة دي هنثبتها عادي وننتظر لحد ما تخلص تثبيت، وهنعمل اوبن وسماح طبعا والموافقة، وهنكتب رقمنا طبعا، هنوافق على كل الصلاحيات اللي محتاجها للتطبيق، وهننتظر الرسالة. تمام، جت الرسالة. تمام، تخطي. طيب مش مشكلة، وهنكتب طبعا الاسم بتاعنا عادي، وهنضغط التالي. تمام، هنا التحديثات موجودة والتطبيق بالفعل شغال زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده، نفس الخصائص وخصائص بزيادة وإمكانيات جميلة جدا. ويا رب يكون استفدتم من الشرح النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.